صحتي الحمد لله يعني لسه يعني التعب اللي جالي انا من حوالي 4-5 أشهر لا زال موجود في ما مش هو ايه بس هو تعب بتعالج منه وربنا يسهل يعني صح بايد ربنا انا مش همني صحتي انا المهم بس ما اتعبش يعني حتى لو ايه بقول يا رب ان جبت لي اي حاجه فيها صحه مثلا اقل وبتاع بس تبقى انا على رجلي يعني ابويا الله يرحمه جاله القلب وقعد 7 سنين في البيت في سرير كان تعبان قوي لكن لما قام وعنده القلب برضه وقعد بعديها 7-8 سنين قبل ما توفى فالمساله بس يا رب اذا كان في شيء هو ابتلاء منك يعني لا ما بنقولش انا يعني الحمد لله على ما ابتليتني به لكن كل انا اطلبه ان انا ما اكونش تعبان يعني ما يبقاش باوجاع وما يبقاش بتاع انما غير كده انا انكر كله بتاع ربنا.